تستضيف العاصمة الكينية نيروبي قمة المناخ في إفريقيا، والمقرر انعقادها في الفترة ما بين 4 وحتى 6 من سبتمبر المقبل. وتهدف القمة إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا. كرة أرضية واحدة تجمعنا، رسالة تبعث بها القارة الأفريقية التي باتت تؤمن أنها وإن كانت الضحية الأولى لتغير المناخ، إلا أنه من الضروري أن تكون لاعباً أساسياً وحاسماً في حل أزمة المناخ العالمية. من هذا المنطلق تأتي قمة المناخ في نيروبي كينيا التي تنطلق في 4 سبتمبر لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ولا سيما قبل كوب 28 الذي يعقد في نوفمبر المقبل في الإمارات. ولأنه وعلى الرغم من مساهمة أفريقيا الضئيلة في انبعاثات غازات الدفيئة بنسب لا تتجاوز 2-3% من الانبعاثات العالمية، تظل القارة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ التي ألقت بظلالها على اقتصاداتها واستثماراتها وأنظمة المياه والغذاء والصحة العامة والزراعة. وتعد قمة نيروبي فرصة سانحة لرسم ملامح التمويل المناخي وبحث سبل تحويل القارة الأفريقية إلى مكان للتصنيع بدلا من الاستخراج، ولتجاوز المنافسات بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا. يشارك في القمة 20 رئيس دولة وحكومة أفريقية، والشخصيات المعنية بالعمل المناخي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومن المتوقع أن تبرم من خلالها صفقات بمئات الملايين من الدولارات. وتوفر قمة المناخ في أفريقيا فرصة للقادة الأفارقة لإصدار إعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ، ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئة العالمي. دكتور مجدي، بعد تحية، مصر كانت من أولى الدول اللي انتبهت لأهمية تمكين الشباب، وهو الموضوع الذي وضع على رأس أولويات قمة نيروبي. ما تأثير هذا التوافق على دور مصر بالقمة؟ مصر ليها طبعا يعني جذور أفريقية، يعني جاز التعبير، فمنذ يعني مرحلة الستينيات من أيام الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الرئيس السيسي، تبقى أن أفريقيا بالنسبة لجمهورية مصر العربية هي الفناء الخلفي، وهي أيضا القارة التي ننتمي إليها بكل موارد، في الشمال في البحر المتوسط، أو في الشرق في البحر الأحمر، أو في الجنوب حيث منبع نهر النيل. ومن المؤكد أن المصدر الرئيسي لأفريقيا هو الإنتاج الزراعي، وبالتالي فتعامل كافة الشراكات الدولية مع الإنتاج الزراعي جزء منه للحاجة إلى الأخشاب، لأنه تعتبر أفريقيا من أكبر المناطق التي فيها هذه الأنواع من الأخشاب، طبعا بالإضافة إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وجزء من شرق آسيا. لكن يظل أساسا أن الإنتاج الغذائي، وهو أهم عنصر بالنسبة للشعوب الأفريقية التي تكاد تقترب من 100 مليون نسمة وأزيد من ذلك، يظل الأمن الغذائي هو الهدف الأعلى لكل الدول الأفريقية، خصوصا في زيادة النسب السكانية بشكل غير عادي في 10 سنوات الأخيرة. طبعا احنا عندنا في يعني افريقيا في انتاج اسماك وفي انتاج كل انواع الزراعات تقريبا، لكن المشكله عندهم انه احنا بنقطع في افريقيا يعني منذ عام 92 حتى الان ما يقرب من 530 مليون متر مكعب اخشاب، تم ازالتها من عام 98 حتى الان، فتستخدم في الوقود والبحث. ده له تاثير كبير جدا جدا على حاله المناخ الدولي، لأن أفريقيا انبعاثاتها 4%، مصر 9%، مع ذلك تتهم أفريقيا بأنها السبب، ولكن أفريقيا هي المتلقي للأمطار الحمضية والملوثات وغازات الاحتباس الحراري التي تأتي من الشمال من أوروبا وأمريكا وغيرها إلى أفريقيا، حاملة معها ما يطلق عليه تدمير النظم الجوي. إنك تقوم النهاردة زرعت في أسوان مليان شجر، ثاني يوم تروح تلاقي ناشف. ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى في كثبان رمليه وبقى في اعاصير
بقى في درجة حرارة اسمح عالية. لي يا دكتور، يعني بناء على هذا الكلام وبعد انضمام مصر للبريكس رسميا، هل من المتوقع أن يزداد دور مصر الإقليمي والدولي لا سيما داخل قارتها الإفريقية؟ يعني شوفي، الدولتين المهمين جدا اللي بيمثلوا في البريكس جنوب أفريقيا ومصر، والحقيقة هذا أولا يعني اختيار دولي وليس اختيار محلي. وحينما تختار مصر وجنوب أفريقيا ممثلة لأفريقيا فليها مغزى، إن دولة كبرى في الشمال ودولة كبرى في الجنوب إن اتحد مع باقي الدول الأفريقية يشكلوا مع البريكس نقلة نوعية اقتصادية وبيئية لم تحدث من قبل. لأنه زي ما احنا شايفين كانت الدول الأفريقية متفرقة، وزي ما شايفين أنه كان معظم الدول الأوروبية تترك أوروبا بأشجارها بكل ما فيها من خيرات وتأتي إلى أفريقيا لتبحث فيها عن مناجم. طبعا نعلم كلنا أن في مناجم نادرة زي اليورانيوم بيجروا وراها، وفي مناجم أخرى في مينرالز خاصة في ما يطلق عليه عناصر نادرة موجودة في أفريقيا فقط، يعني في أنواع موجودة في أفريقيا فقط. أفريقيا لا يعلم العالم إلا مؤخرا لماذا كانت تتكلم عليها فرنسا وإنجلترا استلال هذه القارة العظيمة، لأنها كنز عظيم من الموارد الطبيعية والموارد التعدينية، وأنها قارة تطل على البحر الأحمر وعلى المحيط الأطلنطي وتطل على المحيط الهندي وعلى البحر المتوسط، فهي قارة القارات، هي تضم على نظم المائية وتضم نظم زراعية وتضم نظم غذائية. لم يكن أحد يتخيل إطلاقا أنه إنتاج الأسماك يكون من أعظم هذه القارة، تتزايد سنويا بنسب عالية جدا. صحيح. جزيل الشكر لك دكتور مجدي علام مستشار مرفق البيئة العالمية على كل هذه التوضيحات.